إخواني وأحبابي، بدأ كل أخت جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمت بالحجاب. ولكن الحقيقة قبل ما أبدأ حلقة الليلة عايز إن أنا أرحب بشيخي وحبيبي وأستاذي وأخويا الكبير وتاج راسي شيخنا الحبيب شيخ أبو إسحاق الحويني، بهنيه بقدومه إلى وطنه المبارك إلى أرض مصر. يعني بقول له شفاك الله وعافاك، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، وربنا يا رب يتم شفاك على خير وينفعنا بعلمك وينفعنا باخلاقك. انا يعني طبعا بعتبر الشيخ ابو اسحاق مش استاذي وبس، بعتبره اخويا الكبير، وهو فعلا يعني قريب مني جدا وانا قريب منه جدا ولله الحمد. ويعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش الرحمن، ما دمنا بنتكلم عن في ظل عرش الرحمن. وحقيقي زي ما بقول يعني احنا كنا بنفتقد الشيخ ان احنا نشوفه، لكن احنا ما كناش بنفتقده لان احنا كنا حاسين بيه وبقلوبنا وشايفينه وحابينه وسامعين كل خير عنه، واكيد زي ما احنا يعني لينا حق عليه فبرضه اخواننا المسلمين في كل مكان ليهم حق عليه. فاخواننا في اوروبا استمتعوا بوجود الشيخ، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وان شاء الله يروح لهم كتير، لكن في غير علاج او مرض او غيره، انما يروح لهم زياره للدعوه. وربنا ينفع بيك اينما حللت شيخي وحبيبي، وربنا يبارك في عمرك ويجمعنا واياك على الخير، ومرحبا بيك والحمد لله على السلامه، وشفاك الله وعافاك، وربنا ينفعنا بعلمك واخلاقك وتقواك، وربنا يجعلنا واياك ممن يعني يكونون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل. تعال نرجع لرحله الى الدار الاخره، وسبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اخوي وحبيبي، اتكلمنا في الحلقه الماضيه واللي قبلها عن حال الناس في ارض المحشر، وقلنا قد ايه الكرب شديد جدا، يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختولين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لا مع كل زمام 70,000 ملك. في وسط الاهوال دي كلها سبع اصناف كرام، ربنا يجعلنا واياكم منهم، سبع اصناف كرام ينادى عليهم يوم القيامة بأنهم يكونوا في ظل عرش الرحمن. فينادى أول واحد ينادى عليه الإمام العادل. أين الإمام العادل؟ وقلنا الإمام العادل ما هوش حاكم الدولة فقط، وإنما كل إنسان ربنا استرعاه رعية فهو إمام عادل، وعدل في رعيته فهو إمام عادل. فينادى على الإمام العادل، ثم ينادى على الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ثم ينادى بعد ذلك عن الشاب أو الرجل الذي قلبه معلق في المساجد. وخذوا بالكم تحت بند الرجل اللي قلبه معلق في المساجد، طب المرأة مش مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد؟ فإن سمعت يعني سمعت الأذان فقام في ساعتها وقامت صلت وسجدت لله سبحانه وتعالى في الوقت بتاع الصلاة، فممكن تدخل تحت معنى رجل قلبه معلق في المساجد، لأنها اتخذت مكان معين في بيتها مسجدا لها، وبدأت تصلي، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد في الكون، حتى لو كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما تفوتش الفرصة أخت الفاضلة، ما تقوليش بقى ورايا طبيخ، ورايا بعمل مش عارف بامية وبعمل ملوخية وبعمل مش عارف إيه، سيبك من ده كل ده، أول ما تسمع الله أكبر الله أكبر من كل شيء، اطفي البوتاجاز واطفي كل حاجة، وخش وتوضي واسجدي لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا وإياكم. ثم ينادى بعد ذلك برجلان أو برجلين تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت، الرابع أو الصنف الرابع الذي سينادى عليه يوم القيامة ليكون في ظل عرش الرحمن، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. لكن قبل ما نتكلم عن الاثنين اللي هيتحابا في الله ويعني وجمعهم الحب في الله، مش مصالح بقى ولا قدم السبت عشان تلاقي الحد، عايزين نتكلم عن معنى جميل قوي يا جماعة. احنا دلوقتي النهارده 14 شعبان، كل عام وانتم بخير وانتم الى الله اقرب، ربنا يجمعنا واياكم على الخير، ويبلغنا رمضان بعد رمضان، ويحفظنا واياكم يا رب العالمين من شر الشيطان. عايز اقول لازم نستعد بقى ونجهز بقى نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا بقى ونقبل على رمضان بقلب جديد خالص. كان الصحابه يسالون الله 6 اشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فاذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه، سالوا الله 6 اشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان. اخويا وحبيبي خد بالك المساله مهمه جدا جدا، ده رمضان ده يعني في ناس احنا فاضلنا ايام على رمضان،
في ناس ستدرك شهر رمضان وفي ناس هتموت وتخرج من الدنيا قبل ما تدرك شهر رمضان. ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان. عايزين نكتر من الصيام، اكيد ان شاء الله انتوا صايمين امبارح والنهارده وهتصوموا بكره 13 و14 و15. وفي شهر شعبان عموما كما ورد في صحيح مسلم عن ام عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا، يعني اكثر ايام شهر شعبان كان النبي يصومها، لان شهر يرفع فيه العمل الى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. بإذن هنكتر من الصيام، يا ريت من 14 لحد آخر يوم في شعبان بالله عليكم، وهندعي لكم بالاسم إن شاء الله، يا ريت نعمل ختمتين قرآن. أنا مش بتقل عليكم، مش هقول هنختم كل 3 أيام، هنختم كل أسبوع مرة. من النهاردة لحد يوم 21 نختم ختمة، ومن 21 ل 28 نختم ختمة إن شاء الله، ونجهز نفسنا إن احنا نستقبل بقى الختمات الجديدة في شهر رمضان. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. الحاجة الثالثة ودي مهمة قوي، وإن شاء الله هنتكلم بقى في الحلقة اللي جاية واللي بعدها عن الاستعداد لشهر رمضان بكلام إن شاء الله ربنا، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عايزين نتصالح يا جماعة، ناس كتيرة قوي متخصمة، وناس كتيرة قوي زعلانة من بعضها، وناس كتيرة قوي قوي هجرة بعضها. الدنيا مش مستاهلة حبيب قلبي ان انتوا تتخاصموا، الدنيا مش مستاهلة ان احنا نخاصم حبايبنا وقرايبنا وناسنا واصحابنا وجيراننا عشان دنيا. واغلب الخصام اللي موجود في زماننا ده ورب الكعبة، يعني مش عايز اقول 99، اكتر من 99% خصام من اجل دنيا، ما فيش خصام من اجل دين ابدا، الا يعني عند يعني نذر قليل جدا من الناس. اخويا حبيب الدنيا مش مستاهلة. اسمع 3 احاديث، يعني فعلا احنا النهارده ليله النصف من شعبان، وليله النصف من شعبان كتير من الناس بيسالوا بيقولوا هل ورد فضل قيام الليله دي؟ طبعا الحقيقه لم يرد اي فضل ابدا ابدا، ولا حديث الا الاحاديث الضعيفه جدا، ما وردش اي حديث في فضل قيام ليله النصف من شعبان. واللي يقول لك غير الكلام ده يبقى بيضحك عليك. لكن فضل النصف من شعبان في ان احنا لو متعودين ان احنا نقوم كل يوم فنقوم طبعا من باب اولى، يعني اذا كنت حضرتك من اهل القيام، واذا كنت حضرتك من اهل القيام كل يوم بتصلي قيام الليل، فما نجيش عند نصف من شعبان نقول مش هنقوم بقى عشان ايه ما وردش فيها دليل، لا، تندرج تحت الايام اللي انتوا بتصوموها او اللي انتوا عفوا بتصلوها. فاذا اذا كنت حضرتك متعود تقوم الليل كل يوم يبقى تقوم ليله نصف من شعبان. انما تيجي في ليله في السنه او ليلتين في السنه، ليله النصف من شعبان وليله العيد، وتقول من احيا ليله العيد احيا الله قلبه به يوم تموت القلوب، فالاحاديث دي كلها ضعيفه، والاحاديث التي وردت في فضل قيام ليله نصف من شعبان ايضا احاديث ضعيفه. وكل ما ورد في فضل ليله نصف من شعبان عند عامه اهل السير ان فعلا كان تحويل القبله للنبي عليه السلام، ان تحويل القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام كان في ليله النصف من شعبان. والحاجه الثانيه ان ورد حديث فعلا عند البيهقي بسند حسن، بس عايز اقول قبليه حديثين، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يرجعا. حديث ثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله أو فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا أجلوا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى ربنا بيغفر لكل عبد إلا اثنين ما بينهم وبين بعض شحناء، خصام. الحديث الثالث ده بقى اللي بيخص الليله بتاعتنا، وده الحديث الوحيد الذي صح في ليله النصف من شعبان، وده للامانه العلميه حديث رواه البيهقي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه. خدوا بالكم، في ليله النصف من شعبان الليلة دي الله عز وجل يطلع إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. يبقى في الليلة دي حبيب قلبي لو كنت مخاصم حد، في الليلة دي أختي الفاضلة لو كنت مخاصم حد بالله عليك بالموبايل حتى ابعت مسج بعد الحلقة دي مباشرة وقول له أنا صالحتك. وخد بالك
ده مش هيقلل من قدرك ولا مكانتك. ده النبي هو اللي قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، صلحه عشان ربنا يغفر لك. لأن ممكن ربنا يغفر في الليلة دي لكل إنسان على وجه الأرض إلا اثنين، مشرك أو مشاحن، واحد مشرك أو واحد متخاصم مع أخوه أو واحدة متخاصمة مع أختها. خدوا بالكم، ومش معنى أختك يعني أن أنا أقصد أختك اللي يعني بنتي أمك وأبوك، لا، أي أخت مسلمة، ممكن تكون عمتك، خالتك، ممكن تكون زميلتك، جارتك، ممكن تكون صاحبتك، ممكن اوعى حد يبات الليلة دي ومخاصم حد. بالله عليكم يا مسلمين، اصطلحوا الليلة دي. الليلة دي ربنا هيغفر لكل إنسان. واسمعوا الكلمة دي، ولو ما طلعتوش من الحلقة دي إلا بالكلمة دي، ده يكفينا والله العظيم ورب الكعبة. لو ما طلعتش من الليلة دي إلا بمغفرة ربنا فهنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا ليكم جميعا. لو ربنا غفر لنا الليلة دي خلاص، لو ربنا غفر لنا الليلة دي هيوفقنا في ان احنا نستقبل شهر رمضان، وان احنا تعتق رقابنا من النار، وان احنا نكون من اهل الجنة. ربنا يكرمنا وياكم بنعمة المغفرة. اي حد فيكم متخاصم مع حد، حتى لو كان هو اللي غلطان في حقك، انت صالحه، مش هينازل من حقك ابدا. هتقول لي مش هيقدر، مش مهم يقدر، المهم ان ربنا يغفر لك وتفوز انت بالمغفرة. ممكن هو يتحرم من المغفرة لو رفض صلحك ليه، بس انت لازم تفوز بالمغفرة. واوعى اوعى تفوت الفرصة دي اخويا وحبيبي. فعشان كده بقول لك، ويا ريت لو واحد فينا شايف اتنين متخاصمين والاتنين مكبرين، ما حدش عايز صالح التاني، اصلحهم على بعض. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال: انا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ولذلك رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. قال كما عند مسلم، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول أو يقول خيرا. خدوا بالكم حبايبي، فعشان كده ليلة النصف من شعبان، اوعى بالله عليك على الله تبات الليلة دي وانت مخاصم حد، اي حد انت مخاصمه، حتى لو كان ظلمك، اترك الامر لله وربنا هيجيب لك حقك يوم القيامة. صالحه عشان ربنا يغفر لك، صالحه عشان تفوز بمغفرة ربنا، صالحه عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. تعالوا نكمل رحلة للدار الاخرة. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. رقم 4، رجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. لو ليك اخ بتحبه في الله، ولو ليك اخت بتحبها في الله، يوم القيامة في عز المآسي دي كلها تتاخدوا انتوا الاثنين كده وتتحطوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان لو عايز الايمان يكتمل في قلبك لازم تحب لله. يا مسلمين، يا اللي حياتنا بقت قدم السبت عشان تلاقي الحد، يا اللي حياتنا بقت كلها مصالح مشيها بصالح، عايزين تبقى حياتنا كلها حب لله. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نقضي حياتنا كلها في البيزنس وقدم وظبط واعمل علاقات الدنيا مش مستاهلة. في النهاية هتسيب كل اللي انت عملته، كل اللي انت عملته من اجل علاقات، وكل اللي انت تنازلت بسببه عن امور كتيرة وعن اخلاقيات كتيرة، وفي النهاية هتسيب كل دوت. ومالك ما قدمت ومال الورثة ما اخرت. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نتخاصم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المرأة يحشر مع من أحب في الصحيحين عن أنس. إن رجل أعرابي جه للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أنت أعددت إيه ليها؟
قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فقال أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. يا سلام، وإحنا والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وكل الصحابة والتابعين والصالحين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حديث عجيب قوي. حديث الجاي ده حديث كل ما أقعد أقرأ كده أقول سبحان الله، إزاي نفوت نعمة الحب في الله. حديث رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء. خد بالك، ما هم بأنبياء ولا بأولياء يحشرهم الله، ولا بشهداء عفوا، ما هم بأنبياء ولا شهداء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة، خد بالك، في منزلة يغبطهم بها الأنبياء والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. ناس هيحشروا يوم القيامة في منزلة يغبطهم يعني يحصدهم الأنبياء والشهداء. قال أما إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما كانوش قرايب ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، ما كانش فيما بينهم مصالح. أما إنهم على نور وإن وجوههم لنور لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله، تعالوا نشوف صور جميلة أو من المحبة في الله. يا جماعة فعلا أجمل شيء في الدنيا أن أنت تحب إنسان في الله ويحبك في الله وكان الحب ده خالص لوجه الله. والله العظيم أنتوا اللي كسبانين، كسبانين لما تحبوا الناس لله ويحبوا بعض لله. يعني الدنيا كلها من فاتة بكل ما عليها ومن عليها. يعني أنت لو قضيت حياتك كلها أن اللي يلزمني وهاخد من وراء مصالح أصحبه، وأن اللي ما فيش منه فايدة إرميه، في النهاية أنت هتسيب كل المصالح وكل الدنيا وما عليها من نعيم زائل وهتلقى الله عز وجل وهتبحث وتقول يا رب يا رب كان نفسي في واحد أحبه في الله ويحبني في الله عشان نحشر يوم القيامة في ظل عرشك، فمش هتلاقي. إنما لو كنت حبيت حب خالص الله تيجي يوم القيامة تلاقي أخوك اللي بتحبه وهو يلاقيك لأنه حبك في الله، وتلاقوا نفسكم بفضل الله يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل سبحانه وتعالى. سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، الحديث في البخاري ان النبي اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن ربيع كان انصاري وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجري، وسعد كان غني جدا. فلما النبي اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال له يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، خذ نصف فلوسي، وعندي يا سبحان الله عندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ نص فلوسي وعندي زوجتين ومش خد بقى اللي أنا مش عايزة، لا تاخد اللي أنت عايزها وسيب للتانية. فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. شوف بقى العفة بقى في مقابل كل ده. قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فذهب واشترى وباع وتاجر إلى أن يسر الله عز وجل له مالا يسيرا، فتزوج فتاة من الأنصار على نواة من ذهب. يا سلام، كان في اثنين من التابعين، الاثنين دول من التابعين يا جماعة، كان رجل شيخ عالم وتلميذه، فكانوا مسافرين من بلد لبلد. فهم مسافرين فجأة لقوا فهم معدين كده منطقة زي منطقة شجر وأعشاب وغابة كده، يعني لقوا أسدين. انت عارف لحد ما شوف أسد ممكن يحصل له يعني، فشافوا أسدين. فيقوم الشيخ يقول لتلميذه ايه، شوف بقى أخي سبحان الله شوف الأخلاق. قال لي يا بني دعني أنا أمر أولا، فإذا مررت هجم علي الأسدان، هما الاثنين هيجموا علي،
فينشغل بي عنك فتمر أنت بسلام، فإني رجل قد أوشكت على الموت، أما أنت فشاب يافع عسى الله أن ينفع بك المسلمين. بيقول أنا خلاص يا ابني في آخر أيامي لما الأسدين يأكلوني مش مشكلة، أنت تعيش بقى، أنت بقيت عالم وما شاء الله، أنت ربنا ينفع بيك بقى المسلمين. يقوم تلميذه يقول له إيه؟ لا والله يا شيخ سنمر سويا، فإن نجونا سويا وإن هلكنا هلكنا سويا. يقوموا الاثنين يعدوا والأسدين كأنهم مش شايفينهم ويمروا الاثنين بسلام. طبعا لو واحد كان معاه مراته بقى ومعدى قدام أسدين كان يلحق بقلبي ليديز فيرست، يعني حد انت الاول عشان ربنا يكرمك، الاسدين يعني ياكلوا اكله كده سبحان الله. انتوا عارفين طبعا قصه ليديز فيرست دي. ليديز فيرست دي كان ليها قصه غريبه جدا، يعني هم لما بيقعدوا يقدموا في الاعلام يقول سيداتي انساتي ساداتي، يعني سيداتي وبعدين انساتي وانتوا رجاله في ايه في اخر الصف يعني. فقالوا كان ليها سبب ليديز فيرست دي، قالوا كان في اتنين يعني اتنين بقى من الامم الاوروبيه بتاع زمان يعني، فكانوا بيحبوا بعض. راح الشاب ده يتقدم لاهل الفتاه عشان يتجوزها فرفضوه، والاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا، فلما اهاليهم منعوهم من الزواج قالوا خلاص يبقى احنا ننتحر انا وانت، ما دام ان هم رافضين ان ايه ان احنا نتجوز ننتحر احسن. قالت له خلاص يلا، وراح عشان ينتحر من فوق جبل. فلما طلع فوق فقال لها حبيبتي يعني ترمي نفسك الاول ولا ارمي نفسي؟ قالت له حبيبي يعني انت اقوى مني، فانت ارمي نفسك انت الاول وكده وانا هرمي نفسي بعديك على طول. فرمى نفسه، فلما الفتاة شافت شدة الميتة ديت ايه ده نزل يتخبط في الصخر ويتدغدغ وراسه انفصلت ومش عارف ايه، منظر صعب قوي. فرجعت في كلامها قالت طب وليه، طب ما اروح اشوف واحد غيره وخلاص يعني الموضوع انتهى. فمن اليوم دوت اي اتنين عايزين ينتحروا فالراجل يقول لها ليديز فيرست، فطلعت ليديز فيرست من موضوع ايه موضوع قصة الحب بتاع زليخة وميمو دولت يعني. المهم شايف الموضوع كان برضو قصة جميلة قوي. كان واحد اسمه ابراهيم بن ادهم من قيرة التابعين، في يوم من الايام كان مسافر مع اصحابه بعض اصدقائه واخوانه، فهم مسافرين فوصلوا المكان كده زي بيت، فلقى البيت ده اللي هينزلوا فيه يستريحوا فيه عشان يكملوا السفر، لقى البيت ده بابه مكسور وكان الدنيا برد موت، فسابهم يخشوا يناموا، وقف هو مكان الباب المكسور طول الليل لحد الصبح. فلما سالوا عن كده قال اثرت اخواني بالراحه وأردت أن أمنع عنهم برد الليل وأتحمله أنا. يا سلام على الأخلاق سبحان الله. وكان في قصة أخيرة كده الحكاية قبل ما ننتقل للعنصر الثاني. كان في ثلاثة اتقدموا للمحاكمة فحكم عليهم الملك ده بالإعدام، فلما جم يقدموا للإعدام فالملك بيقول أيكم يقتل أولا؟ أنا واحد فيكم يتقتل الأول؟ فواحد قال له أنا أيها الملك أنا اللي اتقتل الأول. كأنه عايز يقول له يعني أنت فرحان ليه يعني وأنت داخل تاكل جاتوه ولا آيس كريم؟ ده أنت داخل تتقتل، إيه اللي خلاك تقدم نفسك عن إخوانك؟ قال أحببت أن أوثرهم بالحياة ولو لدقائق، حبيت أن أنا أفضلهم على نفسي أن هم يعيشوا ولو لدقائق من بعدي. فتعجب الملك من حبهم لبعض فعفى عنهم جميعا. ربنا يرزقنا إياكم لذة الحب في الله. أخوي وحبيبي لو حبيت حد في الله يا بختك يا بختك، تيجي يوم القيامة تحبه ويحبك في الله حب خالص لله، تحشره يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. لكن أنا عايز أقول بقى يا بختي أنا لأن أنا بحبكم كلكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب تحت ظل عرش الرحمن. رقم خمسة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا سلام، يدخل تحت نفس المعنى، وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. يا سلام، يدخل نفس المعنى، رجل دعته امرأة صاحبة منصب، وزيرة رئيسة سفيرة واحدة صاحبة منصب عالي يعني خد بالك، فدعته إلى الحرام وهي صاحبة منصب ومش كده كمان وجميلة جدا كمان يعني مش مثلا قبيحة لا وجميلة جدا، فقال إني أخاف الله. في المقابل واحدة دعاها ملك من الملوك أو وزير أو سفير إلى فعل الفاحشة وهو كمان شاب وجميل ومنصب عالي جدا ويقدر يجيبها بالقوة، فقالت إني أخاف الله. الاثنين دولت يكونوا في ظل عرش الرحمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض شباب الأمة على العفاف سبحانك يا رب. يقول كما عند أحمد بسناد الحسن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة. كم من ضمنها؟ من ضمن الست حاجات واحفظوا فروجكم، احفظ فرجك،
من انه يفعل اي شيء حرام. حديث الثاني في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحيي، يعني ما بين عظمتي الفك يعني اللسان، أو ما يدخل الجوف من الطعام الحرام، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يعني الفرج، أضمن له الجنة. ويقول عن النساء كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها، الصلاة الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. تخير يوم القيامة أو يوم القيامة، تخير بين أبواب الجنة الثمانية، ادخلي من أي باب. أختي الفاضلة ربنا يحفظنا ويحفظك، كل مسألة بتحتاج إلى شدة مراقبة لله، خوف من ربنا، إن الإنسان فعلا يستحضر إن هي شهوة لحظات دقائق، وفي النهاية حسب عليها الإنسان حساب شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، هتفعل هذه الفاحشة سيفعل بأهلك هذه الفاحشة. وفي القبر عزم بالله، النبي شاف، والحديث في البخاري، شاف الزنا والزواني داخلين في حاجة زي التنور زي الفرن كده، والفرن ده بيغلي بهم ويأتيهم النار من أسفل منهم، فإذا جاءهم ضوضو، فإذا وصلوا إلى فوهة التنور خمدت النار ثم عادت مرة أخرى، ويفضلوا يغلوا في التنور ده لحد يوم القيامة. ويوم القيامة يأتي الزاني ويأتي زوج هذه المرأة التي زنى بها، أو ولي هذه المرأة التي زنى بها، ويقال له: خذ من حسناتي حتى ترضى. مش خذ ألف ولا ألفين حسنة، خذ من حسناته لحد ما تقول كفاية. وممكن ما يقولش كفاية، سبحان الله. فالمسألة فعلا بتحتاج أن الإنسان يستحضر مراقبة ربنا، ويستحضر أن الجزاء من جنس العمل. يجي شاب للنبي، والحديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح، شاب يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب لكنه لم يعنف الشاب، فراح مقربه قال له: تعالى أضن مني. فقرب منه فقال له: أترضاه لأمك؟ قال له: لا، جعلني الله فتاك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لعمتك، لابنتك، لخالتك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أو بناتهم أو ما إلى آخره. ثم اقترب منه النبي ووضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا سلام، يا سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف حنيته قد ايه. شفت لما يلاقي انسان بيخطئ، ومش بيخطئ بس، وجاي سامحوني انا اسف، بيسيء ادبه قدام النبي. حضرتك متخيل واحد يروح يقول للشيخ: تأذن لي اروح ازني؟ سامحوني، فيها سوء ادب، فيها سوء ادب في السؤال نفسه. هو كان ممكن يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له: يا رسول الله جوزني والا انا هتفتن. كان ممكن تيجي بالشكل ده، يعني عشان يقول له اذن لي في الزنا. ممكن يكون كده يعني تجاوز حدوده مع النبي. ورغم ذلك النبي لم يعنفه، وعارف انه ممكن يكون الشاب فعلا شهوته تعبته، وحب انه يعالجه بطريقه جميله قوي، ايمانيه جميله. اول حاجه حب يبدل الادوار، قال له: طب تخيل نفسك مكانهم، انت ترضاه لامك، ترضاه لاختك، ترضاه لبنتك؟ فايقظ جواه ضميره ونخوته، فقال له: لا طبعا. قال له: طيب، بس فاضل الشهوه لسه شغاله في الشاب وتعبان. فيروح النبي يتدخل بقى بشكل ايماني جميل قوي، حط ايده الكريمه المباركه على صدر هذا الشاب، وكل ده بوحي من ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي لا يفعل اي شيء الا بوحي من ربنا. يحط ايده على صدره ويدعي وربنا يستجيب له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فخرجت من عند النبي ولم التفت الى ذلك ابدا. خلاص يا جماعة الخير، يا شباب المسلمين، الليلة دي ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، الليلة اللي تحولت فيها القبلة من مكان لمكان. تعالوا ناخد وقفة لطيفة مع حتة التحول، ما تيجوا احنا كمان نتحول يعني. وإن كان التحول هنا كان من طاعة لطاعة، لكن احنا من باب يعني المصارفة، يعني من باب يعني ان احنا بس نعلق على دي المسألة. ومش معنى كده ان انا عايز ان احنا مش هنتحول الا في كل ليلة النصف من شعبان، عشان حد من اللي قاعدين لنا في الدورة يعني مستخبي لنا في الدورة يقول
لك ده بيقول لك بقى خلاص ليلة نصف شعبان بقت عيد وهنتحول فيها كل سنة. لا ده انا بقول كده قدرا، ما دامت الحلقة جت في ليلة نصف شعبان ما تيجي نتحول، اللي على معصية تحول للطاعة، اللي متبرجة تتحول للحجاب، اللي بيعق امه وابوه بالرغم ويبوس ايديهم. طب بالله عليكم، وبقول بالله عليكم يا مسلمين يا حبايبي، ياللي قاعد جنب امك او ابوك او قاعد جنب الاثنين، وياللي قاعد جنب الاثنين او واحد منهم، خد ايديهم دلوقتي وبوسها، هتحس بحلاوة الإيمان بترتفع في قلبك، هتحس ان انت فعلا والله هتحس ان ربنا راضي عنك، هتحس ان ابواب الكون ده كله بتتفتح لك. وانا بقول لك عن تجربة واسأل مجرب، كل خير حصل لي في دنيتي اولا ببركة ربي ثم بدعوة امي وابويا، ربنا يرزقنا اياكم بين الوالدين يا رب العالمين. كان في قصة واحد جميل قوي اسمه الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم كان يضرب به المثل في العبادة، لدرجة ان استاذه عبد الله بن مسعود كان بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ربيع بن خثيم لما يروح الأسواق يخرج يشتري حاجة، كان التجار لما يشوفوه يهللوا ويكبروا، وكان واحد من أصحابه يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. يا سلام، بعض الفجار وبعض الناس الفاسقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان، في ناس كده لو لا إنسان عنده دين نفسه إنه يجرده من دينه، لو لا إنسان عنده علم، لو لا إنسان محبوب، لو لا إنسان ناجح نفسه يدمره. سبحان الله، بقت شهوة الانتقام والأحقاد موجودة في زماننا ده أكتر من أي زمن. ربنا يكفينا وإياكم شر الخلق يا رب العالمين. سبحان الله، فعرفوا إن هو راجل عابد، قالوا لازم يفسده. طب أنت هتستفيد إيه؟ راجل بيعبد ربنا مش عايز حد يعبد ربنا. في ناس كده، في ناس بشعة بجد، في ناس فعلا بشعة، لكن في ناس طيبة. ربنا يحفظنا وإياكم ويكفينا وإياكم يا رب شر كل ذي شر، قولوا آمين. فالمهم، فراحوا لامرأة باغية بتتاجر بعرضها، قالوا لها هذا 1000 دينار. قالت لهم علامة ليه؟ قالوا على قبلة واحدة من ربيع بن خثيم، خليه بس ياخد منك بوسة بس. قالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني. خافوش، انتوا عارفين إمكانياتي، ده أنا الدنيا كلها تتمنى جمالي. وراحت له وتجردت من ملابسها وتعرضت له، فانطلق نحوها كالسهم المسرع وصرخ في وجهه وقال كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يا أمة الله يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. قال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله، تعال نشوف المثال الثاني ده جميل قوي. واحد اسمه أبو بكر، أبو بكر المسكي، نسبة إلى رائحة المسك، أبو بكر المسكي. هو ما كانش اسمه كده على فكرة. أبو بكر ده في يوم من الأيام، وده كان رجل عابد وزاهد، قائم بالليل صائم بالنهار ذاكر لله تال لكتاب الله، كان رجل عنده همة حلوة قوي في العبادة، ربنا يرزقنا إياكم همة الناس ديت. فالمهم في يوم من الأيام هو ماشي، امرأة من جيرانه فراحت بعتاله ويعني استغاثت به، يعني كأن في حاجة مثلا في بيتها خايفة منها، ثعبان مش عارف إيه، قالت له أدركني يا أبو بكر يا أبا بكر مش عارف إيه. فرجل من شهامته دخل البيت فقفلت الباب، فقالت له ما دعوتك إلا لتقع علي، أنا ما دخلتكش البيت إلا لتزني فيه، وإن لم تفعل لأصرخن وأجمع الناس جميعا وهو لهم إن أنت لتعرضت لي. فماذا يصنع الرجل في مثل هذا الموقف؟ لو واحد غيره يقول لك ما أنا مجبر والله غصب عني، يعني أعمل إيه طيب، يعني ما باليد حيلة، والله العظيم اللي قفلت الباب وقالت هصوت، فأنا غصب عني وسامحني يا رب. لكن اللي مش عايز يعصي ربنا والله ما هيعصي ربنا. يا شباب ما تستسلموش للشهوات بالسهولة ديت، يا بنات ما تستسلموش لمعاكسات الشباب والكلمات الحلوة الرنانة ومخادعات الكاذبة من الشباب الفاسق بالسهولة ديت. مش بكلمة تروح وقع فريسة، مش بكلمة تروحية توقعك. يا شباب، يا شباب اتقوا ربنا،
يعني وافتكروا يوم يقوم الناس لرب العالمين، هتقفوا بين ايدين ربنا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. اخوي وحبيبي، فأبو بكر المسكين قال لها طيب أنت يعني مصرة أن أنا أفعل الفاحشة؟ قالت له آه مصرة. قال لها طب ممكن تأذني لي بس أنظف جسمي؟ فرحت مشاورة له على مكان الحمام، دخل جوه عمل حاجة لا تخطر على قلب بشر عزكم الله، بص في الحمام فوجد الغائط، الغائط الفضلات، وراح واخد الغائط بإيدين وراح عايص جسمه كله ودهن جسمه كله بالغائط، وشوف بقى قبح الرائحة، ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم، حاجة صعبة قوي، كل ده عشان ما يعصاش ربنا. يا الله يرحمك يا أبا بكر المسكين. تعال شوف شباب المسلمين النهاردة اللي عامل الشات يعني لعبة على بنات المسلمين، وليل ونهار واقفين على النواصي وعاملين يلعبوا بأعراض المسلمات، ربنا يعافينا ويعافيكم، يتوب على شباب المسلمين يا رب العالمين. فراح دهن جسمه وخارج لها وقال لها أنا قد تهيأت لك، فلما شمت الرائحة القبيحة قالت أنت مجنون أخرج، وراحت ترضم البيت. فقال الحمد لله، خرج من البيت هو بيحمد ربنا أنه مقعش في أي حاجة تغضب ربنا، وراح البيت هو سعيد جدا انه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى، وراح اغتسل. وشوف زمان ما كانش فيه بقى لا دش ولا حنفيات ولا سخان ولا بانيو جاكوزي ولا الكلام ده كله، يروح يعبي بالصفيحه ويرجع. اغتسل يجي 10 15 مره والريحه القبيحه مش عايزه تروح، فنام وهو سعيد وحزين، سعيد انه ما عصاش ربنا، وحزين لانه هيصحى بعد شويه عشان يصلي قيام الليل ويروح يصلي الفجر، والمسلمين مش هيتحملوا ريحته القبيحه ديت، هيعمل ايه؟ فاذا به ياتيه ات في المنام ويقول اما انك فعلت هذا من اجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا، فاصبح من نومه وقد وجد جسده يفوح برائحه المسك حتى اخر لحظه من عمره، فسمي بعد ذلك ابو بكر المسكين. يا سلام، وزي ما قلت لك هي دقه بدقه، ولو زدت لزاد استقى، وانتم عارفين طبعا القصه. رقم 6، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ده من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا حبايب قلبي سهل قوي قوي دي اللي بعدها، أسهل حاجتين تيجوا نتفق الليلة دي إن احنا نلتقي يوم القيامة تظل عرش الرحمن، سهلة شيخ محمود، سهلة جدا جدا. لو ما كنتش إمام عادل ممكن تكون شاب نشأ في عبادة الله، صعبين الاثنين. طيب قلبك معلق في المساجد مش قادر أواظب على الصلاة الخمس في المسجد، لا لازم تواظب إن شاء الله إلا العذر يعني. طيب الثلاثة مش قادر إن أنا أكون منهم. طيب رجلان تحبا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك، سهلة دي، سهلة مش صعبة. قل له ولو انها يعني بس ممكن يعني شوية يعني ممكن يعني ايه نحب بعض في الله وننسى المصالح بقى شوية. طيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، يقول لك والله يعني دي صعبة لسبب ان انا ممكن ما اتعرضش للموقف ده، ممكن ما فيش واحدة تدعوني وهي صاحبة منصب وجمال، فدي صعبة شوية. اقول لك اسهل حاجتين اللي جايين دولت، لو فزت بواحدة منهم، تخيل تقدر تفوز بالاثنين؟ تخيل والله العظيم يا جماعة، والله يا حبايب قلبي ممكن ناخد الاثنين دولت ونفوز بيهم إن شاء الله، ونكون يوم القيامة أنا وإنتم في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. رجل تصدق بصدقة، أخرج من بيتك برا، أوعى تعد اللي في جيبك، أخرج مرة كده وإنت ما أنتش عارف اللي في جيبك. قول لي شيخ محمود ده البيوت كلها فاضية في زماننا يعني إلا من رحم الله. أقول لك معلش، يوم ربنا يكرمك كده وجيبك يتملي مرة كده إن شاء الله، أخرج من بيتك ودور على حد فقير، تستشعر انه فقير، مش بيمثل بقى والعالم المتصورين دول، تستشعر فعلا انه فقير، وطلع من جيبك لله مره وما تعبتش.
طلع من جيبك كده وطبق ايدك حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. خد بالك وحطهم في ايد الفقير، حطهم كده مش كده، اليد العليا خير من السفلى، خلي هو ايده العليا، اكرمه ما تزلوش وحطهم في ايديه، قل له خد يا ابني جزاك يا حبيب قلب، خد خد ربنا يكرمك، ده انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج لي، هياخدهم منك غمض عليك ما تبصش على الفلوس، خدهم منك قل له يا رب تصدقت بصدقه فاخفيتها ولم تعلم شمالي ما تنفق يميني، وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعدنا بوحي منك يا رب ان اللي يتصدق بصدقه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هيكون في ظل عرشك يا رب، وانا بحسن ظني بك يا رب متاكد انك هتخليني يوم القيامه في ظل عرشك، ايه رايك؟ سهله دي؟ سهله جدا، بكره الصبح انا عارف ان دلوقتي هتبقى الدنيا بالليل شوال، هتنزل الساعه 12 في الشارع، يعني ممكن لما تروح تدور على واحد فقير هتلاقي حاجات، يعني ممكن تلاقي حراميه وقطاع طرق، لا ما تنزلش بالنهار، بالنهار بكره ان شاء الله، وانويها من بالليل، يمكن الواحد يلقى ربنا لله دي يلقى الله على النيه الجميله ديت، واقول ان شاء الله ان شاء الله اخرج من بيتي واتصدق بصدقه وان شاء الله اكون في ظل عرش الرحمن، ومع العنصر السادس او مع الصنف السادس اللي هيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. الصدقه اصل كلمه الصدقه جايه من الصدق، ولذلك لازم الانسان يكون صادق جدا وهو بيعطي الصدقه ديت، ولذلك كان اول ثلاثه لو تفتكروا في الحديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم ان اول ثلاثه بتصعر بهم النار يوم القيامه كان منهم المتصدق. ليه؟ يؤتى بهذا الرجل فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر فيقول ماذا فعلت بتلك النعم؟ فيقول يا رب ما تركت من باب تحب ان ينفق فيه الا انفقت، فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكه كذبت، فيقول له جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم وقد قيل خدت حظك خلاص، فيأمر الله عز وجل به فيلقى على وجهه في النار. حقيقي فعلا الصدقة لما بتكون في الخفاء شيء جميل جدا بتدل على الصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، والحديث عند البيهقي بسند صحيح. ولذلك كان زين العابدين علي، زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، كانوا يتهمونه بالبخل ولا يعرفون أنه كان ينفق كثيرا ولكن كلها كانت صدقات السر. كان زين العابدين علي بن حسين بن علي كان بينفق على 100 بيت، 100 بيت كل يوم في الثلث الأخير من الليل يحمل شولة الدقيق والسكر على ظهره ويروح يوديها يوميا ل100 بيت عشان ينفق عليهم. يصبح الناس الصبح بعد صلاة الفجر يلاقوا الشويلة محطوطة قدام بيوتهم فياخدوها وياكلوا ويخبزوا ويعملوا ويعملوا، فلم يعرفوا من الذي يعطيهم إلا يوم مات زين العابدين. عرفوا منين؟ لقوا المعونة بتاعت ال100 بيت دي انقطعت، ما خلاص ما وصلتش، ما هو مات، وفي نفس الوقت الناس اللي كانت بتغسله لقوا على ظهره آثار الشويلة اللي كان بيشيلها على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام عرف أن في تلميذ من تلاميذه دخل السجن بسبب دين كبير عليه، فراح لرئيس السجن وسأله كم عليه من الدين، قال له كذا مبلغ كبير جدا، فقال له طيب ائتني بصاحب الدين، فجيء بصاحب الدين، فعبد الله بن مبارك استرضاه وأعطاه المبلغ كله، فراح تنازل عن هذه القضية وأخرج هذا الشاب من السجن. مقابله تاني يوم عبد الله بن المبارك، قال كيف حالك وأين كنت؟ قال له كنت في سجن يا شيخي، كنت في السجن واتسجنت بسبب دين كان علي. قال له كيف خرجت؟ قال جاء رجل صالح لا أعرف من هو فسد ديني جزاه الله عني خير الجزاء. قال أحمد الله عز وجل على أن يسر لك هذا الرجل وادعو له بكل خير. ولم يعرف هذا الشاب ان اللي دفع الفلوس ديت عبد الله بن المبارك لحد ما مات عبد الله بن المبارك. شفت الاخلاص؟
كان ممكن يروح يقول له أنا اللي طلعتك من السجن، أنا اللي أنقذتك من الهلاك، أنا اللي عملت فيك وعلى الله يثمر يعني واخد بالك. لكن شوف عمل إيه، وصى الناس دولت إن محدش يقول له إلا بعد ما يموت، لو حبوا يقولوا بس ما يقولوش في حياته. ليه؟ خاف من الرياء رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده أخويا وحبيبي بقول تنفق وما تخافش، وأنفق ولو كان قليلا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنص تمرة اتقوا النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن: سبق درهم 100,000 درهم. عشان ما تقولش بقى انا يعني لما هم في جنيه ولا نص جنيه هو ده اللي هيكون هيخليني اكون في ظل عرش الرحمن، قد يكون حد عارف. سبق درهم 100,000 درهم، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده مال كثير فانفق من هذا المال 100,000، يعني واحد عنده 10 مليون فانفق 100,000. طب 100,000 طبعا جميله وربنا يبارك فيه ويجازيه كل خير. واحد تاني كان فقير معهوش غير درهمين فانفق درهم وساب لاولاده درهم. فالنبي بيقول الدرهم ده سبق ال 100,000 درهم. ليه؟ قال لك لان الدرهم ده يمثل نص ثروه الرجل ده، وال 100,000 لا يمثلون 1/100 من ثروه الرجل ده، فسبق درهم 100,000 درهم. والمولى عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان سيدنا ابن عمر كان يتصدق على الناس على الفقراء بالسكر، فكان يقولون له: لماذا تتصدق بالسكر؟ قال: لأني أحب السكر. والمولى عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا بحب السكر. وكان عمر بن الخطاب كان يتصدق بحبات العنب، حبات العنب. لماذا يا عمر؟ قال: لأني أحب العنب. والمولى عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تعطر الدنانير قبل أن تتصدق بها، فيقولون: لماذا ذلك يا أمه؟ قالت: لأنها ستقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى. وما تخافش والله من فوات الرزق. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة. والمولى عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا الله، تعال نشوف الصنف السابع والأخير. وقلت لك سهل أو السادس في السابع، سهل أو أن يكون أنا وحضرتك إن شاء الله، إن شاء الله يعني بحسن ظن بالله سهل جدا نكون في ظل عرش الرحمن بحاجة من الاثنين دول، أسهل حاجتين في السبعة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والثاني آخر واحد: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معقولة واحد ممكن يكون قلبه قاسي لدرجة أن عمره في حياته ولا مرة بكى من خشية الله؟ معقولة عمرك ما بكيت من خشية الله؟ يا عينيك جامدة للدرجة دي، قلبك قاسي للدرجة دي، عمر ما في دمعة كده نزلت من خشية الله؟ خلي قلبك يتحرك. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي. قال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ شوف حاجتين، هو سأله عن حاجة راح النبي مديله اثنين، بيقول له: أنا بشكو قسوة في قلبي. قال له: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وادنه منك، خد بالك، وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي يعلى بسند صحيح: عينين لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. المرابط اللي في ساحة الجهاد، اللي بيسهر عشان يحمي الناس، اللي بيسهر عشان يحافظ على المجاهدين اللي نايمين دلوقتي عشان يستعدوا تاني يوم للجهاد في سبيل الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام
ليلة أسري به كالحلس البالي من شدة البكاء من خشية الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل عليه السلام إني فأخبره أنه يبكي إنما يبكي من خشية الله. وسيدنا النبي عليه السلام يسأل جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. يا سلام، يبقى إذا النبي عليه السلام شاف سيدنا جبريل بيبكي من خشية الله. وده مين ده؟ جبريل يا جماعة، جبريل اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين، مالئا ما بين الأرض والسماء ومالئا ما بين المشرق والمغرب. شوف حجم سيدنا جبريل قد إيه. قال بقرى قوم لوط كلها، اللي قرى سدوم، قلبها بريشة واحدة من 600 جناح. فلك أن تتخيل هو بيبكي من خشية الله. ولك أن تتخيل في الحديث اللي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، لما حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد بس ملك عبد من عباد الله من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت. يا سلام، قد ايه الانسان الضعيف البسيط ده قد ايه ممكن يكون متجبر ومتكبر وقاسي القلب. يذكر قدامه ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار ولا يبكي. يذكر قدامه احاديث بتذكر بعذاب الله وبعقوبات المولى عز وجل ولا يبكي. لا يتاثر بذكر الله ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويل للقاسية قلوبهم. يعني سبحان الله، ان الانسان اللي قلبه قاسي يا ويله اللي قلبه قاسي، يا ويله اللي قلبه قاسي. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يلين قلوبنا. عايز قلبك يلين، ارحم اليتامى، اكرم الضعفاء، اقرا قران كتير بس بتدبر وخشوع، اكثر من ذكر الله، اكثر من الاستغفار، اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الامور دي والله يا حبيب قلبي تلين قلبك وتخلي قلبك كده يعني لين وجميل وبكاء، وتخلي عينيك دمعتها حاضره بفضل الله بدمعه واحده. ورجل ذكر الله خاليا، يعني ايه خاليا؟ خاليا من حب محمدة الناس. يعني لو انسان واقف في صلاه التراويح بيصلي في المسجد الحرام وسط 4 مليون وبيقول الله اكبر وبيبكي وهو يتمنى ان ما حدش يشوف دمعته دي، يبقى ذكر الله خاليا. ولو واحد بيذكر المولى عز وجل خاليا في غرفه نومه وهو بيتمنى ان الناس تشوفه، يبقى لم يذكر الله خاليا. يبقى القلب هو اللي خالي من حب رؤيه الناس ومحمده وثناء الناس. يبقى هو ده المقياس. مش ان اروح صحرا بقى واذكر ربنا واقول انا ذكرت ربنا خالي. لا، خاليا من حب الحمد والثناء. ورجل ذكر الله خاليا، احد افتكر نعم ربنا، افتكر ذنوبه واثامه، افتكر الذنوب اللي اذنبها ونعم ربنا، خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، افتكر هو قصر قد ايه في حق ربنا، افتكر ان هو ظلم ناس كتيره، يفتكر انه قسي على ناس كتيره، يفتكر انه بقاله شهرين ما مسكش القران، يعني بعيد عن كتاب ربنا بقاله قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يفتكر انه ما ذكرش ربنا بقاله اسبوعين ثلاثه ذكر ربنا ما جاش على لسانه. يفتكر انه ما دخلش المسجد بقاله 6 شهور. يفتكر انه بقاله كتير جدا لم يتصدق. يفتكر انه بقاله كتير جدا جدا ما مسكش احاديث النبي كده وقرا فيها. يفتكر انه عمره ما قرا سيره النبي ولا سيره الصحابه. يفتكر انه هو كان الدين اخر حاجه بيفكر فيها. فذكر الله ففاضت عيناه. الدمعه دي لو نزلت في الوقت ده امسكها بايدك واعرف ان دي اغلى دمعه واغلى نقطه ميه في الكون ده كله. 29% في الكره الارضيه ارض يابسه، و 71% بحار ومحيطات وانهار. ودمعتك اللي هتنزل من خشيه الله اعظم عند ربنا من كل البحار والانهار والمحيطات دي كلها. دمعه هتخليك يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. قال أحد السلف والله ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته.
اسمع كلام الحلو ده تاني، والله ما طابت الدنيا إلا بذكري. والله يا حبيب قلبي أسعد لحظات العمر لما الإنسان بيبتعد عن الموبايلات والتليفونات وضجيج الشوارع وكنكسات العربيات والدوشة والهيصة والغيبة والنميمة، ويقعد لوحده كده ببيت ربنا أو في مكتبته أو في غرفته، ويقعد يذكر ربنا ويصلي على النبي. حس إن القلب بينضف، حس إن الدنيا كلها بين إيديك، حس بسعادة غريبة جدا. والله ما طابت الدنيا إلا بذكري، ولا طابت الآخرة إلا بعفوي، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. يبقى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وذكر الله زي ما قلنا بكده خمس أنواع. ذكر الله عند ورود الأمر، لما يجي الأمر لينا أو أقيموا الصلاة، لما تقيم الصلاة أنت ذاكر لله، لما تلبس الحجاب أنت ذاكرة لله، لما تبر أمك وبوس إيديهم بالله عليك أوعى تنسى، بقول لك بالله عليك بوس إيديهم ربنا يكرمك، لما تبوس إيديهم وتبر أمك وأبوك أنت ذاكر لله، لما تكرم اليتامى أنت ذاكر لله. ذكر الله عند ورود الأمر، ذكر الله عند ورود النهي، لما تبعد عن الخمر، لما تبعد عن النساء في الحرام، لما تبعد عن النظر المحرمة، لما تبعد عن التعامل بالربا، لما تبعد عن كل شيء يغضب ربنا فأنت ذاكر لله، لما تترك التبرج أنت ذاكرة لله. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول المنزل، عند الخروج، عند دخول المسجد، وخروج المسجد، عند رؤية الريح، عند رؤية هلال رمضان، عند كل أحوال المناسبات دي. شوف دي لما نذكر ربنا يبقى احنا ذاكرين لله. ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصلاة بسبح 33 واحمد 33 وأكبر 33 وكملها بلا إله إلا الله. لما في ذكر بيتقال 3 مرات، في ذكر بيتقال 7 مرات، في ذكر بيتقال 10 مرات، في ذكر بيتقال 33 مرة، في ذكر بيتقال 100 مرة، لما نعمل كده فنحن ذاكرين لله. النوع الخامس ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي هو لما رجل راح للنبي قال له كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به، مش عارف أعمل إيه، الشرائع يعني كتير قوي. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالعلماء قالوا ده النبي جمع له الدين كله في الجملة دي. ليه؟ قال لك لأنه لا يفعل الإنسان معصية وهو يذكر الله، مستحيل مستحيل يعني، بص مش ممكن، ما فيش واحد بيروح يمسك واحد كده ويروح يذبحه يقول بسم الله الله أكبر، هيذبحه ده بيقتله. ما فيش حرامي طالع يسرق في الدور الثالث فهو طالع مصير الله أكبر، خد بالك. ما فيش واحد نصاب طالع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش حد بيشوف واحدة ماشية جميلة بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد بيذكر ربنا وبيعاكس. فلما تنشغل بذكر الله ده بيعينك على البعد عن معصية. وأنا مرة وصفت للشباب مرة في درس عن غض البصر فبقول لهم جربوا، وشرع ربنا لا يجرب لكن بقول لكم يعني مجازا كده جربوا، اشغلوا أنفسكم وألسنتكم وقلوبكم بذكر الله وامشوا في الشارع وشوفوا إيه اللي يحصل. كانت النتيجة أن بعض الشباب اللي قابلتهم بعد كده في الدرس اللي بعديه قالوا لي والله كانت تجربة غير عادية، وإحنا ماشيين طول ما إحنا ماشيين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله، عمالين بيذكروا ربنا وبيصلوا على النبي. بيقولوا لي كان النساء تعدي من قدامنا ولا حاسين ان دول نساء، كان يعني اي حاجه معديه، انما نساء لا، هو مش شايف حاجه، هو مش شايف غير ربنا، هو مش حاسس غير انه يعني فعلا قلبه حاضر وحاسس انه فايز بمعيه ربنا سبحانه وتعالى. لكن عايز اقول حاجه،
وإن كان النبي جمع بين السبع أصناف دولت وقال إن السبع دولت هيكونوا يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، لكن ده مش معناها إن هم دول السبع بس. هل في حد في غيرهم يا جماعة؟ في حد غيرهم هيكون إن شاء الله في ظل عرش الرحمن؟ آه فيه، في ناس تانية هتكون في ظل عرش الرحمن. تعال اسمع الحديث الجميل دوت اللي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول يوم القيامة، حديث قدسي ودلنا كده 11 دقيقة خلصهم بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة، الحديث القدسي، أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لكن الحقيقة ده حديث ده يدخل تحت المعنى برضه اللي هو بتاع ورجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. لكن في حديث تاني بقى ده حاجة جديدة خالص بقى، حاجة جديدة، وهيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. واحد حصل له ظرف اتزنق، وأي إنسان في الدنيا يا جماعة أيا كان قدره ممكن يتعرض انه يتزني. يعني اوعى تفتكر ان واحد ممكن يكون مليونير وعمره ما يتزني، ممكن يتزني، ممكن يحصل ان هو يشتري حاجه يجمد فيها فلوسه وتتوقف سوقها ما بتمشيش فيتزني، فيبقى عنده فلوس لكن متجمده فيتزني ماديا فيقترض منك. وممكن واحد يكون فقير ويتزنق، واحد دكتور تعمل عمليه فتزنق، والبلد كلها مزنوقه دلوقتي يعني، بس ايه ربنا يا رب يفك زنقتهم رب العالمين. فالشاهد في الموضوع ان ممكن واحد يتزنق يبقى يعني الامور عنده متعسره، فيروح لواحد حبيبه او صديقه او جاره ويقترض منه مثلا 5000 10000 اكتر اقل، ويحدد له ميعاد انه مثلا هدفعهم لك يوم واحد شوال. جه يوم واحد شوال فالراجل صادق فعلا قال له والله يا اخويا معلش سامحني، انت عارفني ان انا عمري في حياتي ما هاكل مال حرام ولا هاكل عليك فلوسك، فبارك الله فيك يعني انظرني نظره الى ميسره، انتظرني شويه. فلو قال له خلاص انظرتك يعني اديتك اجل تاني، طب تقدر تدفع امتى؟ والله بعد 3 شهور مفيش مشكله، انا مستنيك 3 شهور تاني. كل يوم هيعدى عليه، وركزوا معايا في الحته دي، كل اللي هو مديله كام؟ مديله مثلا 10,000 جنيه. كل يوم هيعدي عليه بعد يوم سداد الدين، يعني يوم سداد الدين يوم كام؟ يوم مثلا يوم 1 شوال. هيأجله 3 شهور يعني كام يوم؟ 90 يوم تقريبا. كل يوم هيعدي في ال 90 يوم دولت يتحسب لصاحب المال كأنه تصدق على المعسر بنصف ماله، بنصف الفلوس ديت، يعني كأنه بيتصدق عليه كل يوم. هو مديله كام؟ 10,000. كأنه بيتصدق عليه كل يوم ب 5,000. ايه رأيك؟ مش كنز كبير ده؟ شفت قد ايه؟ لا ده ممكن كمان في حاجة كمان أكبر من كده. ممكن يقول له طيب يعني أنت معسر يعني معاش فلوس؟ يقول له والله يا أخويا أنت عارف الظروف، بس وأنا والله في نيتي أأدي بس الظروف مش سامحة، يعني أجلني شوية. يقول له لا أنا مش هأجلك، أنا أسقطت الدين من عليك، أنا مش عايز منك حاجة. ولو مكتبه شيك يقول له وادي الشيك حبيب قلبي قطعته، أو وصل الأمانة أو الكمبيالة قطعتها خلاص. أنت عارف الراجل ده ممكن يوم، مش ممكن ده أكيد، ده بنص الحديث، حديث رواه أحمد بسند صحيح، من أنظر معسرا أو وضع له، وضع خلاص أنا مش عايز منك حاجة أنا وضعت عنك، أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خد بالك، طب أجيله 3 شهور فتحسب له كل يوم، هو مديله 10,000، تحسب له كل يوم إنه بيتصدق عليه ب5,000. جه في الفترة الثانية بعد 90 يوم ما مروا الراجل فعلا حاول يجمع فلوس فما قدرش، فقال له ممكن ودي آخر مرة تأجلني كمان 3 شهور؟ قال له حاضر. فيتحسب له في ال3 شهور التانيين دولت انه تصدق عليه بقدر المال كله. يعني والاحاديث انا يعني ما فيش وقت اذكرها لكم، لكن الاحاديث صحيحه عند احمد بن ماجه. فيتحسب له انه كل يوم بيتصدق عليه ب10,000 اللي هو مسلفاله، تتكتب له صدقه. تخيلين يا جماعه
هو انتهى زمن القرض في عصرنا أو نذرة. ليه؟ بسبب الذمم الخاربة، بسبب الأخلاقيات التعبانة اللي احنا عايشين وسطها الآن. الراجل ياخد فلوس وهو بياخد ناوي ينصب عليه، يوم ما ياخد وهو رايح ياخد فلوس وهو ناوي تنصب عليه، وبيستحضر ان هو صادق جدا يعني، واخد بالك؟ فناوي ينصب عليه. انما لو كان انسان محترم وكويس ومتدين ويعرف ربنا وحاول يأدي الفلوس وما قدرش فيستأذنه بكل ذوق وأدب، سامحني انظرني اجلني 3 شهور فيتحسب للي أجله كل يوم بيتصدق عليه بنص فلوس، أجله 3 تانيين تحس إن هو بيتصدق عليه بكل المال. فلو جه في الآخر قال له خلاص أسقطت عنك الدين ده، وخد بالك حتى بعض العلماء قالوا لو كان الإنسان اللي صرفته ده فقير جدا ممكن بعد كل اللي اتحسب لك ده كله ممكن تنوي إن أنت تديله المال ده من زكاة مالك لو كان فقير معدم. اما لو كان غني فانت تنازلت اتحسب لك بالاجر اللي انت خدته كل يوم كانك بتصدق عليه من نصف المال ده، ويوم ما تضع عنه هذا الدين تكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. وورد حديث ثاني عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه او محى عنه، انت سلفت واحد فهو اصبح غارما، من نفس عن غريمي أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. الحديث رواه مسلم. وفي برضه ورد عند ابن ماجه بسند صحيح صنف تاني يكون في ظل عرش الرحمن، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. واحد من أهل غزة من أهل فلسطين اللي بيجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنت دفعت له جزءا من المال ليشتري خيمة يستظل بها في جهاده في سبيل الله، ليبني بيتا، ليفعل أي شيء، فاهم ازاي؟ يوم القيامة تكون أنت في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أخوي وحبيبي ذكرت لك، وأختي الفاضلة ذكرت لكم الأصناف 7 اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، وأضفنا صنف ثامن أو ثامن اللي هو من أنظر معسرا أو وضع عنهم هيكون يوم القيامة في ظل عرشه. حد فينا ليه فلوس عند حد وناوي يأجله شوية ينظر نظرة إلى ميسرة هتكون في ظل عرش الرحمن. حد ناوي وعنده مقدرة إنه يتنازل عن الدين دوت لأن أخوه معسر ومش قادر يسده في يوم القيامة هتكون في ظل عرش الرحمن. شو بقى في ظل الهم ده كله تتمنى يوم القيامة عشان تنجو من الوقوف في الحر والشمس والتعب والنصب، تتمنى تفدي نفسك بملايينك كلها؟ لا، ده انت تفدي نفسك بدين بسيط مدين بأخوك عشان تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. دول كان 7 أصناف أو 8 أصناف اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن. حاولوا تنشلوا من دلوقتي على حد أو على صنف وتقول إن شاء الله بكرة إن شاء الله الليلة دي، وسبحان الله يعني الليلة دي لو كنت متعود بتصلي قيام الليل كل ليلة الليلة دي أبكي من خشية الله وما خليش حد يشوفني، إن شاء الله في صلاة التراويح في رمضان ده إن شاء الله أبكي وما خليش حد يشوفني ولا أقعد أصوت بقى وأصرخ في التراويح، أبكي بكاء زي ما كان النبي بيعمل، كان لصوت بكائي كما قال عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدري صوتا كأزيز المرجل من البكاء، صوت غليان في صدره من البكاء لكنه لا يصرخ. وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بكاء دمع من خشية الله. صدقة اتفقنا عليها النهاردة، اتفقنا بالله عليكم يا مسلمين ويا مسلمات، بقول بالله عليكم حبايبي ربنا يكرمكم، عايز ربنا يغفر لنا الليلة دي ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون، تخلص من الحقد ومن الغل ومن الكر ومن الخصام، صلح وتصافي، الدنيا مش مستهلة. أخوك اللي انت مقطعه بقالك سنين صالحه، أخوك اللي انت مقطعه عشان فلوس وعشان دنيا ما تستاهلش، قريبك وحبايبك صالحهم، اتصل بيهم وبعت لهم مسجات صالحهم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خلي للذي ليلة الصلح، والصلح خير كما قال جل وعلا الصلح خير، صافة مع كل الناس عشان تلقى الله بصدر سليم وهتحس بفرحة وهتنام أجمل ليلة وهتدعي لي، هتقول والله نمت أجمل ليلة لما صفيت قلبي من أحقاد. لو ناوي بكرة وتروح ترفع قضية على أخوك وتظلمه وتأذيه نازل، ولو رفعت قضية
اتنازل، اتنازل وبعيده عن الشر وبعيده عن الخصام وعن الخناق. دي ايام صفاء وجمال وايام حب ووفاء. ربنا يبارك فيكم رب العالمين، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. بالله عليكم تصالحوا، بالله عليكم تصالحوا، ربنا يبارك فيكم. دعاء فاضل دقيقه الحقيقه، فندعي فيها: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تولى امرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اغفر لنا أجمعين في ليلة النصف من شعبان. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعتق رقابنا من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.